صباح الخير مجددا لكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم عم بتتابعونا. لقائنا المباشر الاول بيجمعنا بضيفتنا شانتال سعادي خليل، متابعه نفس جسديه وارشاد عائلي. مع شانتال اليوم رح نشوف شو هي احلى هديه ممكن نقدمها لاولادنا بهالفتره تحديدا بعد موجه كورونا والحجر المنزلي. شو هي الهديه؟ هي تحصين منزلنا العائلي لنعرف أكثر تفاصيل كيف فينا نمارس هيدا التحصين ونقدمه هدية لنحمي ونربح أولادنا ونربح عائلتنا. تابعونا بلقائنا. شانتال صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. ميرسي. يعني هيدي هدية لا تتمن أكيد، ومش موجودة وين ما كان إلا بعقول ونفوس الأشخاص اللي عن جد هم الأول أولادها، البنية النفسية إلى جانب البنية الجسدية والبنية الاجتماعية والفكرية والثقافية وكل الأمور اللي بيطلبها إن نعمر يعني جيل جديد من الشباب والصبايا. مظبوط، هيدي عن جد أحلى هدية، واليوم نحن بهيدي الأوضاع الصعبة مؤتمنين نقدمها لأولادنا. هيك إذا سمحت لي إلي بدي أنطلق من جملة كتير حلوة بتشرح معنى هالهدية، بقولها لطباوي أبونا يعقوب، بيقول إن مستقبل العائلة متوقف على تربية الأولاد، من أراد أن يكون خبزه جيدا فليهتم بالخميرة. واو، قديه حلوة وقديه هي عن جد بتختصر كل اليوم منا نقوله. منا نقول انه عن جد الصعاب اللي كتير عم بتحاوطنا من كل الجهات، واليوم صار في كتير اتجاه كمان كأنه صرنا عم نعمل برين ووشنج باليأس. يعني مثلا دايما هيك محبطين، دايما طب ما فينا نستمر نحن وهالقد، يعني خلص انتهت الحياة. وفي كتير ناس بيقولوا لك وحتى عم اسمع من الاولاد خلص انه بيكفي اليوم منعيش وكأنه بكرة الطوفان، بكرة رح تخلص الدنيا. مظبوط الصعاب قوية، بس نرجع منقول من الناحية البشرية نحن يمكن فقدنا الأمل، وحق هاللبناني يوصل لمحال يفقد الأمل عن جد. يعني بهالقد أدنى احتياجات أولادك صار صعب عليك تأمنهم، بس نحن مستحيل نفقد الأمل بهالإيد الربانية يلي هي رح تنشلنا من كل الصعاب. إذا نحن راح إيماننا إليه خلص نحن عن جد صرنا فعلا منقول عايشين من قلة الموت، ما فينا نستمر بهالسفينة يلي عم تعصف فيها الرياح، هي بإيد ربنا رح يلاقي لها يرجع مسار ليزبط اتجاهها، بس شرط متكل علينا، متكل على قوتنا. إذا نحن انكسرنا أولادنا رح ينكسروا، ووطننا إلي على أجيال وأجيال خلص رح ينكسر، ورح نصير نقول عن جد الله يرحمك يا لبنان. نحن ما بدنا نوصل رغم كل القصص اللي عم بتشدنا نزول، نحن مصرين بدنا نطلع من القعر بس كرمال هالنظرة بعيون أولادنا. صحيح. لأن أولادنا تعبوا يشوفونا محبطين. هلأ نحن عم مقترب من عيد الأب، تعبوا يشوفوا أبائهم هالقد إذا بدك الحزن راسي معيون، في يأس. مظبوط، في يأس عم يستشري فينا. فخلينا نقول الولد طالب منا كأهل شغلة واحدة، قد ما تزلزلت وهلأ رح نشوفهم بالصور الأمور خارج البيت، الولد مهم ما نسلب منه، وهي الصورة كتير معبرة، الأمان بالبيت. شوف إلي برات هالإيدين، إيد الأم وإيد الأب، في الطوافان، في قدي الدنيا السوداء، عصير كتير، عصير كتير، بس الولد لاحظ حاطت أجر على أصبع الأب وأجر على أصبع الأم، دليل، وعم يضحك، ودليل، وليك دليل فراشة بيضة اللي هي بالنسبة هيدا الأمان بالنسبة له أمه بي وبيته. أهم شيء ما يهتز هالأمان. يعني أهم هدية أنه الرجل يتفهم مرته ويحبها، لأنه عم تكتر كتير للأسف الخلافات الزوجية، ونحن إذا بآخر النهار تخنقنا ببعضنا رح تتحسن أوضاعنا؟ لا، بالعكس. فاليوم رح نشوف، رح بتزيد سوء ورح نشوف الدنيا مسودة أكتر وأكتر. شانتال، الكلام اللي قلتيه رائع جدا، بس خليني أقول شغلة. هلأ في بعض المغردين بيقولوا، ونحن هيدا الشيء يعني اللي أخذناه على عاتقنا كل فترة كورونا وكل هيدا اليأس اللي أصبنا فيه وكل هيدا الأخبار، إنه نحن لا 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 دايما بنسمعها. خليني أقول إنه شانتال بعيدا عن توجهات المحطة حتى ما تحطوها بهيدا القالب، عم تحكي علم، عم تحكي من اختصاص علم النفس كيف بيقدر يوجه أفراد العائلة، الأم والبي تحديدا، ليبنوا هيدا العائلة. ونحن رهاننا على العائلات الجديدة اللي عم تتأسس
على الأجيال الجديدة اللي بدها تطلع يكون عندها هيدا الاندفاع، هيدا الحماس وهيدا الانتماء، يعني الانتماء للعيلة وللبيت هو ذاته على كبير لما مصير بالحياة، هو انتماء للوطن للبيت الأكبر. فلا نحن حاسين بكل هيدا الوجع وحاسين بكل شيء، بس مثل ما قالت اتكلنا على ربنا بأنه يقود هالسفينة، وإلا مش يوم من الأيام نوصل لبر الأمان، وقد ما تكتفنا مع بعضنا قد ما كان المشوار أقصر. تفضل شانتال. أكيد إلي، والوجع هو وجعنا، هو وجعي، هو وجعك، هو وجع كل إنسان، ما في إنسان مش موجوع. بس اليوم كمان مش غلط نطلب أنه عن جد المساعدة من بعضنا، يصير فيها التعاضد الاجتماعي حتى كلنا نلاقي وسيلة ما ننهار. طيب منروح على الاكتئاب، منروح على أنه نولد شبيبة بعدين رح يصير عنا انفجار اجتماعي ونفسي؟ لا، مش هيدا نحن يلي منطمح فيه لأولادنا. فاليوم بدي هيك صرخة لكل الأهل، بدي وضح من دراسات علمية برجع بقول ومصدرة جامعة هارفارد يلي بتختص بالنمو الفكري والنفسي للطفل، إذا هالبيت داخليا إلي تزعزع على الصعيد الفكري شو بيصير بدماغ أطفالنا؟ ودايما براهن إذا بتركز على الدماغ، لأن هو اللي بيفرقنا عن سائر المخلوقات، هو إلي اللي بخلينا عن جد يكون عنا هالحكمة بالتعاطي، وهو أكبر نعمة ربنا خصنا فيها. صحيح. رح نحكي عن فرقنا عن باقي الكائنات الحية. مزبوط. رح نحكي أول شيء عن الدماغ، إذا تزعزع شو بيصير فيها الأمان بقلب العيلة، ونرجع نشوف نفسيا شو تأثيره على أطفالنا. وهون بالختام بترك الخيار لكل الأهل هن يختاروا هل رح نقدم هالهدية رغم كل الصعاب أو رح نحجب عن أولادنا. شفنا أول صورة الأمان بشكل بيت، أم وإيد البي متحدين مع بعضهم، والولد رغم كل شيء برا وممكن بيسمعوا بيقولوا الولد صغير ما بيفهم، طلع لقى بعدين يعني كل يوم عم نكتشف أكثر وأكثر أنه بيفهم كثير وبيخزنهم، وبيبينوا بفترة المراهقة وبيبينوا بفترة النضوج، وبس يأسس عائلة ترجع كل الذكريات للماضي. أول صورة. ثاني صورة هون يعني المشاكل بين الأم والبي أداة تنعكس وين عم بتفتش على العاطفة والحنان. مظبوط. وقد هي بعبطة هالدودو يلي عن جد عم بتحاول ترجع تلاقي الأمان. هون بدي روح على دراسة قاموا فيها سنة 2012 إلي باحثين بريطانيين ليشوفوا، كان كتير فكرة تتداول أنه الولد يلي بيعيش صراعات مزمنة بقلب البيت، يعني مزمنة يعني تتكرر كل يوم تقريبا، دونك بصير منقول أنه دماغه كأنه ساحة معركة. أرادوا أنه يتأكدوا من هيدا الشيء، فبيجيبوا شريحة من الأطفال عم بتختبر هيدا الشيء ببيتها، وشريحة تانية ما كانت أطفال، كانت جنود بريطانيين، وهلأ نتوقف عندهم، شاركوا بحروب وكانت هالحروب قاسية. عملوا الرنين المغناطيسي للدماغ اللي هو الامراي، وطلعت النتيجة مبكية اللي طلع بالدماغ بين الأطفال يلي عم بيعانوا هيدي الخلافات وبين الجنود يلي كانوا مقاتلين بساحة المعركة، زاد تقريبا القصص الدقايا اللي لحقت بالدماغ، زاد الأضرار، كان في كتير تشابه بين الصورتين. يعني أدى في تشويش وتشويه يعني فبركة دماغ عند الأطفال. أكيد. ففعلا أثبتت هيدي الإيبوتيز، أثبتت علميا أنه الولد يلي بيشهد على الصراعات هو عن جد بيكون عم بعيش بساحة معركة. نعم. لنروح أكثر، دراسات هارفارد أثبتت أنه هيدي الصراعات تعد ستريس مزمن. الستريس هو أنواع، في ستريس بخليك تعطي أنت أفضل ما عندك إلي، بس الستريس المزمن بيصير كل يوم عم يعمل أتاك على الدماغ عند الولد، بيعمل على المدى البعيد تلف بخلايا الدماغ وبالكونكشنز، يعني النيران خلايا الدماغ لما تتواصل مع بعضها بهالتشعبات والوصلات العصبية. عم نشوف إذا بدك إلي فوق قدي في تشعبات عند ولد عم ينمى وعم ينضج بعيلة حاضنة بعيدا عن المشاكل، وتحت عم نشوف قدي صار في عنده فقر بهالكونكشنز يلي عم تربط خلايا الدماغ بين بعضها. إن شاء الله تكون الصورة واضحة عند المشاهدين لأن تنفهم أكثر، يمكن هيدا بتوضحها أكثر وأكبر. هون العقل الدماغ النورمال يعني الألوان هي عن كل
كل المشاعر وكل العناصر اذا بدك هيدي التشعبات بين الخلايا يلي هي بتوصل مختلف الزون لنكون نحن عن جد عم نعرف نشتغل بعقلانيه، عم نعرف ان احاسيسنا نترجمها بايجابيه على واقع الارض. وهون على التوكسيك ستريس عم نشوف قد ايه تقريبا صار في تلف بخلايا تقريبا النص. وهون بعدنا باعمار صغير، يعني قد ايه نطرهم من صدمات بالحياه. هيدي هي هون اذا ما رممنا الامور وما دركنا الوضع، نحن رايحين على دماغ الي في منطقه الخوف بنسميها اميجدال، هي مسؤوله عن الخوف وعن اذا بدك بتخليك دائما تاخذ فايت اور فلايت، يعني انا يا بواجه يا بهرب. بصير الولد دائما هيك بدل ما هالزون يلي بالتحديد بدماغنا عم نشوفه هو باللون الاحمر بميزنا عن سائر المخلوقات، هو الدماغ التحليلي يلي بيعطيني القدره الي انه انا ارجع اذا بدك حلل مشاعري قبل ما انا اعمل الرياكشن تبعي على الارض لاتصرف بحكمه. هون ما بيوصل للنضوج اذا كفينا بهالتوكسيك ستريس مع الولد، فالولد بيكون انفعالي كل حياته بيقضيها فايت اور فلايت، يعني يا بيهاجم دغري ابدا يا بيهرب يا ما بيقدر ابدا يواجه بالحياه. يعني قدام مشاكل صعبه مثل المشاكل يلي نحن اليوم عم نعيشها بنختار الشورت كات، الطريق الهين، يعني الدماغ بيصير ياخذك على بنقول لهم راك كرسي، انه اهين تكتئب، اهين يمكن توضع نهايه لحياتك، اهين تيأس، اهين ما تعمل شيء. هون التحدي إلي. ونحن دائما بيكون بدنا حجه نعلق كل اخطائنا عليها. يعني اليوم أكثر من الأشخاص رابطين حالهم بالوضع الحالي وفشلهم، بيقولوا أنه هيدا هو السبب، فشلهم يمكن السلطة، فشلهم الحكومة، فشلهم الأداء، فشلهم الفساد، فشلهم. بس بالنتيجة في أشخاص الحياة عم بتكفي، يعني اليوم اللي قلتي أنت رائع جدا، أنه نحن برغم هيدي العاصفة، برغم أنه نحن على شفير الهاوية، يعني في يمكن بعض بحصة ساندتنا وإلا نوقع بالحفرة وما بعرف قد ايه نطلع منها، بس في ناس بعدها عم بتفكر. يعني شفنا امبارح اصحاب المحلات اللي تعرضوا للتكسير رجعوا صلحوا وبعضهم مآمنين ومكفيين وخبرونا انه تركوا الاغتراب حتى يجوا يبنوا يعمروا ببلادهم، ما عم بربطهم ببعضهم بس لان عم نشوف يعني هيدا الجيل اللي عم ينجر الى هالاعمال التخريبيه بيظهر انه ما كان عنده هالاكتفاء وما كان عنده هيدي الهديه اللي هي الحصن المنزلي والعائله. يعني كلمه بتاخذوا كلمه بتجيبوا. أكيد إلي أكيد، يعني هو بيشتغلوا فينا مدى الحياة. ونكون عم نشوف كمان بدي أرجع على الصورة القبل، عم نشوف عن جد الدماغ إلي لاحظ هون كيف عم يشتغل بطريقة جيدة. وهو عم نشوفهم الزون تامبورال منقلهم يلي هن بيشتغلوا أكتر إذا بدك تفعيل العواطف عنا وبيأثروا بسلوكياتنا. دونك إذا عم بتشوف هون إلي مطفيين على الآخر، عنا تلف جسيم بالخلايا، عنا أضرار كتير قوية. طيب هون هيدا الدماغ ايه في يروح على دماغ بعدين يصير يرتكب جرائم حتى ويأذي الاخر من دون ما يهزله جفن، يعني تحليلي بمحله وربط الاحداث بمحله. هيدي القصص يلي نحن تشتغل فينا مدى الحياة كرمال هيك نحن شو اليوم منعول على تنمية الدماغ التحليلي عند أطفالنا. اليوم في كتير ليدرز بقلب العالم، بدي أرجع شوي هيك إذا بدك على لناخد إكزامبل مثلا أمريكا وقت الحروب بين البيض والسود، قدي مارتن لوثر كينج وغيرهم قدي كانوا مضطهدين، قدي يمكن أول ما راحوا يدرسوا كانوا يقعدون بصفوف على جنب تحدوا كل شيء وبقيوا يفكروا وبقيوا عن جد يقولوا أنا بدي. ما الدماغ كيف أنت عن جد بتوجهه بيتوجه، يعني فيك توجهه على الأحباط، فيك توجهه وصاروا ليدرز بالعالم وقدروا يغيروا وقدروا يلاقوا بكل العتمة اللي عايشينا نقطة هيك نقطة بيضة يجربوا يوسعوها. هون إذا سمحت لي إلي رح أعطي هيك إكزامبل كتير حلو. بيخبروا عن ست كانت بتعاني من الاكتئاب وحتى العلاجات ما كانت تجدي نفع معها، فبأحد الأيام بيزور الطبيب تبعها وبيقعد هيك بيلاحظ شو عم تعمل، بيلاقيها كل الوقت قاعدة حتشتلي عم تهتم فيها كل الوقت. فبيسأل بيقولوا له أنه كل النهار عم بتقضي وقتها حد هالشتلة، فبيطلب منهم الطبيب النفسي أنه جيبوا لها 20 شتلة من هالشتلة. وفعلا بصير يقول لها كل حدا أنت معقول كانت اجتماعيا ما يعني عايشة
انزواء. كل حدا انت هيك عبالك تهديه شتلة، اهديه هيك عربون محبة او شيء. فاهتمت، صار تهتم بهالشتلات المرأة، ولاحظنا انه قدرت تطلع من الاكتئاب وصارت معروفة بالمحيط تبعها اذا بدك هي يلي تختص بهودي الشتلات. مزبوط. ورجعت، يعني اللي بدي اقوله من الخبرية انه بظل العتمة اللي عايشينها، يمكن المراهق عنا بالبيت تعبان، يمكن البي تعبان، الام تعبانة، بس كل واحد في نقطة نور بدي اكتشفها. صحيح. وهيدي النقطة نشتغل عليهم، بدي اشتغل عليها حتى وسعها وكبرها أكتر حتى اقدر اقشع. ما إلي اذا انا بس عم بقشع السواد النور بصير يهرب مني، لانه لو ما رح اقدر اقشع، ولو قد ما يقرب مني انا مصرة ما اقشع الا السواد. برجع بقول هيدا مش انكار للواقع، الواقع جدا مرير. مين من الاهالي ما عم بفكر مستقبل اولادي شو؟ رح فيني ادفع الاقساط المدرسيه؟ رح فيني ضل عم اقدم لقمه العيش؟ بس شو الحل؟ اني انهار؟ الحل انه اقعد انا وزوجتي واولادي نفكر، نوضع كلنا هيك افكارنا على صوت عالي، نحط ورقه وقلم، نشوف شو فينا نتساعد، مش قادرين نطلب المساعده. يعني بيضل لازم، مش بيضل لازم، نضل نوجد حلول. هاي المرونة النفسية إلي اللي هلأ بتزرع عند أولادك، يا أولادك بينمو مع قدرة التحمل أو قدام أي مشكل بالحياة رح يحبطوا، ورح هيدا المشكل يقدر يكسرهم. إن شاء الله يعني هيك المشاهدين وخاصة يعني أرباب المنازل يكونوا عم يتفاعلوا معنا أكثر وأكثر بهيدا الموضوع ليخدوه على محمل الجد. لأن أوقات كمان ما منلومن، الضغوطات بتخليهم هيك يتقاعسوا عن واجباتهم الأبوية، وفينا نقول الأموية، لا أموية بتصير عم نحكي عنها والأموم، الأموم. ميرسي شانتال. ف ايه يعني كمان دورهم كثير مهم. بنرجع لنكفي هون نشوف هيدا خلاصة اللي كنت عم بتقوله إلي، انه انا اليوم تكون انسان راشد بدي اعرف شغل مزبوط، بدي اتبع قلبي بس بدي اخد عقلي معي. يعني انا بدي اعرف اتحكم بمشاعري وبعقلانيتي. فالطفل يلي بيربى مسروق منه الامان مستحيل يقدر هيدي الصوره تكون موجوده عنده، مستحيل يقدر يفكر بعقلانيه. دائما الانفعاليه هي الطاغيه، هي اللي بتجره على مشاعر يمكن وعلى اذى، يمكن بتنمر على هيدا الشخص، بقول كلمات سيئه، مع انه هالشخص يمكن يقدم على عمل قد ما أنا أذيته بكلامي، حتى ما بيكون عندي الشعور بالذنب. يعني ليك لوين في روح. فرجاء ننتبه. على سيرة التنمر، بتعرفي هلا قصة التنمر صايرة دارجة، وفي ناشطين جدا بدافعوا عن التنمر. إذا أنا مثلا غردت أو قلت شي كلام أو تفوهت بشي عم بتنمر فيه على حدا، تيردوا علي بيتنمروا علي، بينشروا حريمي، بيشوفوا شو في عندي عاهة أو شو في عندي مشكلة، بيوضحوها بيظهروها، بيفوتوا على عائلتي. طيب شو عم تعملوا أنتوا هون؟ بأي تفكير عم تفكروا؟ منكم متجردين، بالعكس عم بتحاربوا الغلط بالغلط الأكبر. هون إذا بدك إلي هيك أمنية للكل، رجاء نطلع الحلو اللي فينا، الكلام الحلو بزياد الحرب اللي عن جد الاقتصادية والاجتماعية اللي عايشينها. ما بقى أنا قاعدة ورا شاشتي هالقد هينة انتقد وقوس على غيري، إذا كلمتي إيجابية بتبني اشتقنا نفتح مثلا صفحاتنا نشوف كلام إيجابي. يا عم الإنسان ما في يستمر بلا إيجابية، ولادنا ما فين يكبروا بلا إيجابية، وعم بشوفونا كيف نحن منتعامل على مواقع التواصل، هن بيتعاملوا ذات الشيء. فاللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي عنده كلمة سلبية يحتفظ فيها جوات يقولها بينه وبين للأسف حاله. يعني صارت يعني المنابر هي للكلام السيء. بنرجع لهيدي الصورة، يعني شفنا شبيه لها، ودائما بنحكي عن مشاكل الأم والبي وهمومهم، بنرجع بنعطيهم الحق، ونحن كمان عايشين هيدا الهم وعايشين هيدا الوجع. بس كل يوم الصبح كل إنسان على دينه، أنا بصلي بيدي على وجهي بقول يا رب أعطيني بركة هيدا النهار، قديه بستحق النجاح أعطيني، وأنا بسعى كمان، وقديه لا بيكون الخلل مني. يعني مش رح يجيني كل شيء على طبق من فضة، هيدا بفكر فيه كل يوم. يعني فقديش نحن، طيب يا خيي يا اخواتي، طيب انه قبل من زمان يمكن ما كان في اعلام، ما كان في يمكن اهتمام بالمطالعه بالقراءه بالمعرفه، ما كانت الانترنت بتوفر لي كل المعلومات. طيب اليوم نحن يوم جديد ثلاث ساعات كله معلومات، اوقات بنتعب من كثره المعلومات، في نهار بيكون هيك ضغط كثير معلومات بفل
راسي ضايش، بس بقول ان شاء الله نكون عم نصيب بمطرح من المطارح، لانه لك 1% انا قبلان بكون مبسوط كثير وعم باخذ نتيجتي. فاليوم انه الكلام منه مجرد يكون كلام على الهواء، هو تطبيق. كيف فيهم يطبقوا شانتال حتى ما تضلها شعارات وحصنوا العائله؟ الام والبي هن بدهم حصانه ينقلوها لأولادهم، صح؟ مظبوط، أكيد. اليوم الحصانة أنه نجتمع عن جد مع بعضنا كعائلة وننظر لبعضنا، يعني الزوجة تجرب تفهم زوجها، تجرب تفهم ليه هو عم يتصرف بهيدي الطريقة، مش دغري نعتبر القصص جاية ضدي وهو عم يستقصدني بمكان ما. يعني في كتير قصص اليوم دماغنا صار عم يخدنا دغري على السلبية، إيه أنا بقول له هيك هو بيعمل هيك. يعني نجرب عن جد نروق قبل ما نحكي، ناخد هال 5 دقائق نفكر بهال اذا بدك هالفعل يلي عمله الثاني، ونجرب ننظر له، نوقف من نافذه الثاني وننظر له من هيدا المنظار. صدقني إلي بخبرتي هيك مع الكوبلز اكتشفت انه 99% من الخلل الزوجي، يلي اكيد ما في قصص لا عنف اسري ولا في قصص جوهريه للتصادم، هو انه كل واحد بياخذ من الحديث المنحه يلي بيريحه مشاعره، وما بيقدر ينظر من نافذة التاني إذا بدك التاني كيف عم بيشوف الأمور. فبالآخر بس بدي ضوي على شيء نفسي عند الأطفال عن جد ننتبه عليه، هو التعلق. الطفل من هو صغير بيعمل شيء بنسميه صورة تعلق على الأشخاص اللي عم بيقدموا له هالرعاية، من المفترض يكونوا الأم أم البي. من على عمر صغير إلي بيربى ببيت هالقد كترة المشاحنات فيه، شو بيصير؟ بيصير هالطفل شئنا أم أبينا بده يعمل صورة التعلق، بذات الوقت نقزان وخايف، بذات الوقت عم بينبش كيف بده يتعلق بأهله. ليه؟ ما عنده خيار تاني، ما في ينفصل عنهم، منه مثلك راشد إذا مثلا اتضايق بالشغل في ينبش على شغل تاني، ما في ينسحب من أهله. فهيدا الطفل بصير يعيش شعور إذا بدك من الوحدة قاتل، بحس إنه ولا إنسان رح يفهمه أو رح يفهم مشاعره إذا استمرينا بهيدا الحالة، وبصير كمان يفهم انه كل علاقة فيها اذا بدك هيدي الصدمة، وفيها ما بعد الصدمة اللي انا لازم اتفاداها. فبصير بيكبر، اذا كبر بهيك اجواء بصير بيعمل شيء مسميه ريبونس اوتوماتيك، يعني بيعتبر انه الكل مستقصده وبده يأذيه، انا بدي اعمل آلية دفاعية إذا بدك واجه أو دافع عن حالي قبل ما هن. هجوم استباقي. مزبوط، هجوم استباقي. فهيدا الشيء الهجوم بيرافقه لكبر، فبيصير إلي حتى مع بكرة مثلا زوجته أو رفقاته بالعمل دايما بيعمل أتاك حتى على اللحظات الحلوة. هي مثل خبرية زميلي طوني هلأ خبرني إياها، واحد جارته بالسابع بده يستعير من عندها مكوية، بس عتلين هم ردت فعلها كيف بتكون، طلع أول طابق هلا تبلش تنق علي، طلع الثاني هلا بصير تربحني جميل وانتبه لها، طلع الثالث على الرابع كذا دق الباب فتحت له قال لها بلاك وبلا مكويتك، المرة ما فتحت تمها، هو حطهم براسه عمل هيدا إذا بدك هالهجوم. ما تجرني على ما تكون شرير، ما تكون شيطان بيوزك سكة شمال سكة يمين طوني. فعرفتي؟ اوقات عن جد بنعمل هيك. بدي اقول لكل المشاهدين والاباء والامهات انه نحن كيف عن جد اولادنا بيتعلقوا فينا، في التعلق السليم والتعلق المرضي، هيك اولادنا بيتعلقوا بعدين بالاشياء بحياتهم وحتى بالاشخاص. كرمال هيك هون بندخل كمان عن طريق الادمان فينا نروح، ان شاء الله هي رح نحكي عنها. بس اهم شيء نعرف انه هيدا الشخص لو قد ما كان الشخص اللي مقابله اليه رح يكون عن جد شخص منيح وشخص بده مصلحته، دايما بده يعمل اتاك عليه، لانه تربى انه كل شيء عائلات فيها دايما الصدمه وما بعد الصدمه، وانا لازم كون عم دافع عن حالي. فشوف نحن، وهيدا الشيء بينطبع بشخصيته للولد خاصه بالاعمار الصغيره يلي هو يعني انا حاملته على ايدي وعم بصير اصطدام مثلا بيني وبين زوجي، منه قادر يروح على اوضته، منه قادر يحكي، منه قادر يعبر. فرجاء ننتبه ببيوتنا نحن عم نطبع مستقبل اولادنا، عنا هالخميره شو عم نعمل فيها لبعدين. شانتال قلتي من كم ثانيه ما بيقدر يعبر، في حالات الولد بيعبر اكيد وبيكون هو جرس انذار لاهله، بيصرخ فيهم خلص طوشتوني ما بقى تتشارعوا مع بعضكم، وبصير يهدد حتى لو كان بعمر صغير.
بدي فل او بفوت بسكر باب اوضته بصير يترجم بس بيقدر يحكي اكيد ما هيك؟ اكيد يعني هون قد ايه الاهل لازم ياخذوها جرس انذار إيه إيه عم تمرق قصص عم تتخزن بدماغ هالولد صبي ولا بنت كان وهن منهم منتبهين يعني بس منتبهين على حالهم وبفكرهم انه عم نأمن له كل شيء المأكل والمشرب واللعب والهدايا والمدارس والنقليات وكل شيء هودي كلهم ماشي وهودي كلهم ما بيقدروا يقدموا رجل راشد سليم ولا صبية راشدة سليمة ومش هودي طلب أولادنا طلب أولادنا إليه أنه رغم كل شيء نقدر يشوفوا البسمة على وجهنا يقدروا يضحكوا معنا يقدر يكون في إذا بدك هالخمس دقايق بابي تعا نشرب جوس سوا تعا يمكن إذا بالمراهق ناخد هالتاس نسكافيه سوا ونحكي فبدي اعرف بقلبك شو في يعني نحن بنعيش مع اولادنا ما بنعرف شيء عنهم بكره بيطلع لنا حدا بيقول ايه على الاو تي في بيهدوا اولادهم بس من بكره بجيب بس بحطها بامبلاش كادو بقدم له اياها هي بداية لأنه إذا أنا شو ما رح أعطي هيك لجاوبك عن جد نحط إيدنا على الوجع مرة بأحد المعاينات كان في صبي عمره 8 سنين كان من الطبقة الاجتماعية الجدا جدا ميسورة أوكي وكان الصبي عم يتعالج كرمال الاكتئاب دونك طبقة ميسورة وعندنا صبي مكتئب لأنه الأب ديسكونكتد عن عالمه منه موجود أبدا بعالمه والأم كمان فبصير يجمع هالصبي على قد ما بيقدر كل أرجان دو بوش بيجمعه وبيروح عند أمه يلي دايما بيلاقيها حزينة يعني كان يقلنا أنه مام ولا مرة بتضحك أنا ما بعرف كيف ضحكتها لمام بيقلا مام هودي أنا جمعتهم 8 سنين هودي أنا جمعتهم بليز روحي جيبي فيهم شيء بخليك تبتسمي يمكن ميك أب يمكن دراس اللي بدك بس أنا عبالي شوف ضحكتك وبيروح بيقله لبيو بليز جيب شيء أعمل له شير أنا وياك تقعد تلعب معي انا بدي اشوفك عبالي شوف عيونك هيدا بعمر 8 سنين عم نحكي عن شخص كان عايش بطبقه ميسوره ما بحياتها الماديات بتقدر عن جد تبنينا من دون وجود عاطفه وضوابط اليه نحن بس نقول عاطفه بننسى ضوابط العواطف تبعنا والمحبه بدها تكون ضمن كدراج الولد بده يعرف شو هي حدوده بالحياه وين بيعرف يقدر يوقف شانتال نصيحة أخيرة يعني اليوم كنا عم نحكي هيك استوحيته من فستانك في أسود كتير بالحياة وكمان في أبيض مثل ما بلشنا رغم كل الظروف يعني نحن منشوف بحياتنا عم نعيش بعدنا بجو عيلة عم نلتزم يعني إذا بدك الوقاية والسلامة العامة خاصة بعد كورونا عم نعاني من غلى الأسعار وغياب الرقابة وفلتين الاقتصادي والأمن إذا بدك بس أنه هيدا ما بيمنع أنه كل الـ 24 ساعة أو 16 ساعة أو 18 ساعة اللي بنتنفس فيهم دايما حاطين السواد واليأس والإحباط لا عم نعيش حياتنا عم نفكر لبعدين شو بدنا نعمل ضروري الامل ما لازم يضيع منا لانه نحن ما فينا كائنات بشريه بتستمر وبتستنبط حياتها من الامل ما فينا نلغي الامل من حياتنا ولا فينا نكسر احلام اولادنا يعني الولد يلي سامع اهله انه انسدت الافاق بوجههم هلا نحن عم نعلمه قدام اي مشكله بكره بالحياه هروب روم وجهك وهروب او رح تقوى عليك وتنكسر لا نحن ما نعطي درس انه ما لازم تكسرك بتعلمك بتنضجك بس ما لازم تكسرك وبالنهاية إلي ما عنا خيار يعني يلي بيروح للاستسلام هو عن جد شخص ضعيف ومثل ما دايما مناشد عن كل شيء التربية بالوعي وناخد قرارات بالوعي كمان في جزء على كمان دولتنا يكون عندها شيء كمان إذا بدك أعمار بالوعي يمكن محفزات محفزات بالوعي مواطنية بالوعي يعني اليوم إذا منتشارك نحن وعن جد هالحكي كام يلي إذا رجع وعي الوعي عندهم وعن جد شافوا الوضع هيك بالعين المجردة ونزلوا على أرض الواقع عند الشعب قديه هيك بيصير في تضافر جهود وقديه عن جد فينا يمكن نحل مشاكل كتير يعني اليوم على بكرة كنت عم بشوف عم بقرأ خبر قديه في نساء عم بتهاجر يعني قديه في طلاب جامعيين هلأ دغري من بعد ما نجحوا الترمينال عم بيقدموا دغري تسأل انه ليه حق
حقهم بمحل من المحلات، تفتيش على محل أفضل، بس نحن ما بدنا نخسر أدمغة بلدنا، فرجاء بلدنا بده إنعاش، إنعاش تربوي، إنعاش إذا بدك وطني، إنعاش حكومي، كل واحد من مكانه لازم ياخذ مسؤوليته وإلا ما بيمشي الحال. إن شاء الله خير، يعني عم نحكي كلنا أمل، هيدا الأمل أكيد. اللي مش لازم نفقده رغم كل الصعوبات ولا تخف كل... اللي بقلنا إياها ربنا 365 صحيح. مرة نعم. شانتال سعادة خليل متابعة نفس جسدية وأرشاد عائلي، كل مرة هيك بكون فخور فيك أكثر وبنبسط وبستفيد منك وباخد أفكار بجرب طبقها بحياتي، أوقات بنجح أوقات بفشل، بس بسعى دائما اني امشي على الطريق الناجح. شكرا لك شانتال واسبوع موفق باذن الله. لا لك الي مشاهدينا، بنروح الى فاصل اعلاني من بعد متابع لقاءاتنا مباشره من يوم جديد.